كل ما ندخل شهر رمضان تدخل وياه أمنيات، تكون الهمة عالية علشان نحافظ على الصحة. البعض منا يلتزم والبعض الآخر يتكاسل. أنا الدكتورة خديجة الزرعوني بسولف وياكم شوي. حياكم الله، نتكلم عن اضطرابات الجهاز الهضمي في شهر رمضان. طبعا في شهر رمضان هناك طبعا فترة طويلة امتناع عن الطعام، وتغيير روتين الغذاء في شهر رمضان يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي وعسر الهضم. طبعا من أسباب اضطرابات الجهاز الهضمي طبعا الاكثار من تناول الطعام وقت الإفطار، كذلك الاكثار من أنواع من الأطعمة تسبب ارتجاع المريئي وكذلك الحرقة. من الأسباب الأخرى لاضطرابات الجهاز الهضمي خلال الصيام، ومنها طبعا الاكثار من المأكولات والنوم مباشرة، وهذا يؤدي إلى احتلال الهضم وإصابة بالعسر الهضم والانتفاخات في البطن. كذلك قلة شرب السوائل والشرب المشروبات العالية بالسكريات، وكذلك شرب المنبهات التي تساعد على زيادة هذه التقلصات الجهاز الهضمي، وكذلك الإصابة بعسر الهضم والنفخة في شهر رمضان. من الاضطرابات الجهاز الهضمي الشائعة في شهر رمضان الارتجاع المريئي، الإصابة بحرقة في المعدة، كذلك الإصابة في بعض الأحيان بالإمساك والتقلصات والنفخة في البطن، كذلك الشعور بألم وحرقة في منطقة الحلق والتي يؤدي إلى مضاعفات كثيرة. وفي حال إذا كان المريض يعاني من أمراض معوية يستوجب عليه أخذ أدوية معينة، واتباع نظام غذائي غير صحيح يؤدي إلى سوء الهضم وكذلك ازدياد الحالة في شهر رمضان. هناك عوامل طبعا تؤدي إلى الإصابة بالاضطرابات المعوية أكثر في شهر رمضان، منها طبعا السمنة وزيادة الوزن، الابتعاد عن النشاط البدني، قلة شرب السوائل في شهر رمضان، كذلك انتهاج نظام غذائي غير صحيح، الاكثار من المنبهات وكذلك التوابل الحارة في الأكل، كذلك الاكثار من الحلويات والأغذية الغنية بالسكر في شهر رمضان. من الأسباب الأخرى والعوامل التي تساعد على زيادة الاضطرابات الجهاز الهضمي في شهر رمضان التدخين، وكذلك الاكثار من المنبهات والكافيين والمشروبات الغازية، وقلة الحركة، وكذلك قلة النوم في شهر رمضان. السلوكيات اللي طبعا اللي تؤدي الى زياده الاضطرابات المعويه والحرقه في المعده، طبعا في شهر رمضان طبعا هناك في مائده الافطار هناك انواع مختلفه من الاكل، فطبعا ينكب فيها الصائم على انواع مختلفه من الماكولات، وينكب على كميه كبيره من الماكولات في فتره واحده، وهذا يؤدي الى عسر الهضم والارتجاع المريئي. كذلك الاكثار من الأطعمة الغنية بالسكريات والغنية بالدهون بشكل عام، وهذا يؤدي كذا يؤدي الى الإحساس بالنفخة وعدم اكتمال الهضم الصحيح خلال الإفطار. من السلوكيات الأخرى التي تساعد على زيادة الاضطرابات المعوية وحرقة المعدة النوم مباشرة بعد الأكل، وكذلك عدم شرب كمية صحيحة من السوائل، وكذلك طبعا الابتعاد عن النشاط البدني والخمول الجسدي في شهر رمضان. من النصائح العامة التي طبعا للحد من التقلصات والاضطرابات الجهاز الهضمي في شهر رمضان، طبعا كبداية انت تحقيق التوازن الصحيح في الوجبات في وقت الإفطار ووقت السحور، وتقطيع الوجبات على فترات متقطعة، وعدم الاكثار من الطعام على وجبة واحدة فقط، كذلك شرب السوائل
والإكثار من المأكولات التحتوي على كمية سوائل أكثر، التقليل من المنبهات والكافيين، وكذلك التقليل من المشروبات تحتوي على كمية كبيرة من السكر، كذلك طبعا الابتعاد عن المأكولات تحتوي على نسبة كبيرة من البهارات الحادة والبهارات التي تسبب الحرقة، كذلك الحرص على تناول الطعام ساعتان قبل النوم، وطبعا البدء بنظام غذائي وبدء بنشاط بدني للحد من هذه الأعراض. من الناحية الطبية هناك بعض الحالات التي من الأمراض الجهاز الهضمي أو التي يستوجب على المريض متابعة الطبيب كبداية والحرص على أخذ الأدوية في شهر رمضان للحد من الإصابة من هذه الاضطرابات المعوية. من هذه الحالات الإصابة بقرحة في المعدة أو الإصابة في الارتجاع المريئي أو التهاب في الجهاز الهضمي، كذلك المرضى القولون العصبي والذين طبعا لديهم أعراض حادة، يفضل طبعا استشارة الطبيب لعمل الفحوصات اللازمة وأخذ التغذية الصحيحة وأخذ الأدوية التي يحتاجها في شهر رمضان. التوصيات العامة طبعا للحد من اضطرابات الجهاز الهضمي في شهر رمضان: اتباع نظام غذائي متوازن، وطبعا توزيع الوجبات على كميات قليلة، على وجبات خفيفة ما بين الإفطار والسحور، كذلك طبعا بدء الإفطار بكمية قليلة ثم طبعا يكون الوجبة الرئيسية ويفضل أن يكون بعد صلاة التراويح، الإكثار من شرب السوائل وكذلك الأطعمة الغنية بالسوائل، تقليل المنبهات والمشروبات العالية بالسكر، الابتعاد عن المأكولات تحتوي على نسبة عالية من البهارات ونسبة عالية من السكر والعالية الدسومة. في حالة الإصابة بعسر هضمي حاد أو الإصابة بأعراض اضطرابات معوية حادة، يفضل طبعا استشارة الطبيب وأخذ العلاج اللازم والابتعاد عن المهيجات المسببة لعسر الهضم واضطرابات الجهاز الهضمي في شهر رمضان. تقبل الله طاعتكم، نتمنى لكم السلامة.